مرحبا، نحن الدرس الماضي حكينا عن الاكسترود كيرف، واليوم رح نحكي عن الاكسترود سيرفيس. بالبداية كمان بدنا مثل الاكسترود كيرف ما بدنا نطلعه، مثلا فينا نطلع الاكسترود سيرفيس من سوليد وموجود عندنا الاكسترود سيرفيس، او فينا نطلعه كمان من الاكسترود سيرفيس الموجودة هون. فهي الشغلات كلها نحن غالبا بتاخد وقت كتير طويل، فنحن عطول نطلعه من الكوماند. بالبداية رح أرسم أي سيرفس ورح نشوف شو الشغلات اللي هلا رسمته شوي عشوائي وأنا منتظم. بالبداية خليني أرسم واحد شوي شكله منتظم أحسن شوي. أوكي، في عنا هدول السيرفس نحذفهم. في عنا هاد رح ناخد الإكسترود سيرفس، رح تكون الستريت يلي هي هاي select surface to extrude يلي هو هاد، رح نعمل له انتر ورح يطلع بهذا الشكل. اذا بدي اياه نفس الاكسترود كيرف، هو عم ياخذ الايدج او الزوايا تبع السيرفس، ما عم ياخذ يعني كل السيرفس بشكل كامل، يعني جواته رح يكون فاضي ما رح يكون معبى اكيد. في عنا نفس الشغلات اللي كنا نشوفها ب الاكسترود كيرف يلي هي البوت سايد او سوليد يلي بتصير مسكرة، يعني هدول الشغلتين اللي موجودين فيه. واكيد فينا نحدد ديستنس، مثلا انا بدي اياه 40، طلع 40 لفوق ونزل 40 لتحت. طيب هاي الاكسترود سيرفس بشكل الستريت. مثلا في عنا بالاضافة نرجع نكتب اكسترود سيرفس، في عنا اكسترود سيرفس الون كيرف. طيب خلينا نرسم هذا الكيرف من هون من الزاوية هاي. رح نطلع فيه شوي لفوق، رح غير شكله شوي. بالبداية رح أعطيه ريبل، رح أعطيه edit points ورح أحركه شوي بهذا الشكل، ورح أعطي extrude surface along curve ال extrude surface along curve. بنحدد السيرفس اللي عنا اياه، نعطي انتر، بنحدد الباث اللي هو الكيرف، بصير عنا بهذا الشكل. هلا هاي شغلي. طيب بفرض ولنفترض عنا هذا الكيرف، بدي اعمل كومبير شوي بسيطة بين الاكسترود سيرفس والاوفست سيرفس، فرق بالاشكال بيناتهم شو بيطلع بالفرق. اكسترود سيرفس خلينا نعطي اكسترود كيرف الاول ليطلع سيرفس عندنا بهذا الشكل. رح اعمل منه نسختين، صار عندنا بهذا الشكل، وهذا رح اعمل منه نسختين كمان. رح اشتغل هاد اكسترود سيرفس وهاد اوفست سيرفس. اكسترود سيرفس رح نشيل البوت سايد، رح خلي السوليد لتضل مسكرة، رح اعطيه 11 مثلا، طلعنا بهذا الشكل. هون رح اعطي اوفست سيرفس، اكيد بدنا اياه سوليد و ديستنس ذاتها 11. هون طلع لنا شكل ذاته، عم نحكي كشكل ما عم نحكي كايزوليت وخطوط على الاوبجكت اللي عندنا. طيب اذا بنيجي لهون بدي اعطي اكسترود سيرفس لها، اكسترود سيرفس راح اعطي 4 ولنفترض، طلع لنا بهذا الشكل. راح اعطي اوفست سيرفس، الجهاز ذاته بدنا نشتغل، وراح اعطي 4. اوكي، هاد فرق الشكل بيناتهم. هاد طلع اوفست، يعني هون مساحة السطح بهاد الاوبجكت يلي نحن عاملين له اكسترود سيرفس، مساحة السطح اللي فوق هي نفسها اللي تحت.
أما هون مساحة السطح يلي فوق هي أكبر من مساحة السطح يلي من تحت، فهذا الفرق أكيد بيطلع منه أشكال مختلفة وكل واحد له استخدام شكل. فنحن لازم نعرف لما نشتغل أي أوبجكت بدنا إياه نعرف شو النتيجة اللي راح نحصل عليها. تقريبا هاي كل شيء نحن بنستخدمه بالإكسترود سيرفس. بالنسبة إلي أنا ما بستخدم الإكسترود سيرفس، بستخدم الأوفست سيرفس، بعتبره أفضل وأدق بالشغل. بالنسبة كشغل انتيريور اركيتكت أنا عم أحكي، ما عم أحكي بشغلات تانية مختلفة. أما إذا بدنا الشغل ستريت والشكل عندي ريجولر عم بيكون، فنحن فينا نستخدم هذا التنتين رح يعطون نفس النتيجة.